يا مساء الفل والهنا، اهلا بكم في حلقه جديده من هاني ومريان في بلاد الامريكان. ومعلش بتاسف على التاخير او التاخير في انزال بعض الفيديوهات. خلينا نتفق النهارده على نظام معين نمشي بيه بالفيديوهات بتاعتنا. انا طبعا ماليش دعوه بفيديوهات مريم والكلام اللي بتتكلم فيه كتير، وطبعا مواضيعها بتبقى مواضيع هادفه وفي التارجت. يعني النهاردة أنا هتكلم عن حاجتين هعملهم إن شاء الله في القناة. إن هو عملت أول حلقة اللي هي بتاعت التعليم الإنجليزي أو الكلام نتكلم إنجليزي أو الناس اللي بتحط رأسها في الرمل بمعنى أصح وبتحاول ما تكلمش إنجليزي، وقلت إن ده مش إفادة يعني مفيش استفادة منه، ودي من الحاجات الأخطاء اللي بيقع فيها المهاجر الجديد، ودي سلسلة إن شاء الله هحاول أكملها، سلسلة الأخطاء، ومنها زي موضوع الكريدت كارد، موضوع العربية اللي بيشتريها اللي هو مثلا بيحلم بيها في بلده وبيجي هنا بيشتريها رايت أواي، والحاجات اللي هي ما شابه ذلك. في أخطاء كتير بتتعمل، فدي بمعنى أصح دي المحظورات، أو مش المحظورات بمعنى المحظورات، لكن اللي هي تحذيرات إنك أنت تعملها. وطبعا الجانب الثاني ازاي انك تحاول تحوش فلوس هنا، او ازاي ان انا بساعدك بافكار معينه ازاي تحوش، او ازاي ما نصرفش الفلوس بطريقه غلط بمعنى صح. فده اللي هما ايه، انا عايز ابقى اخلي القناه عباره عن دوكيومنتري كده، او حاجه كده موثقه انك انت ممكن ترجع لها في اي لحظه من اللحظات، وتبقى حاجه جديده، دليل جديد للمهاجر الجديد. فانا القناه هنا مش قناه مثلا مجرد انها عايز، يعني مش مجرد ان القناه من امريكا وبتبث من امريكا والمعلومات بتاعت امريكا. في كتير يوتيوبرز كتير من هنا مهاجرين بيعملوا يعني فيديوهات عن الحياه في امريكا، فانا مش عايز ابقى كده الشق ده وبس، لا انا عايز ابقى مفيد على قد ما اقدر. doesn't matter، او مش مهم او المشاهدات، طالما المعلومه بتوصل اتليست لمجموعه من الناس دي عندي كفايه، يبقى انا عملت الهدف بتاع القناه. النهارده هتكلم مش تحذيرات وبتاع، لا النهارده هنتكلم فري توكس، يعني ايه كلام كده نتكلم وناخد وندي مع بعض. برضو عايز يتخلل في الكلام ده، هتخلل طريق يعني تحذير برضو، او نخلي بالنا معنى صح. انا فين بتكلم، يعني فين بنزل فيديوهات دلوقتي، بس هحاول بقدر الامكان الفيديو المرات اللي جايه هتبقى في فيديوهات كتير عن التحذيرات، وخصوصا على الايام اللي احنا جاي داخلين عليها. النهارده هتكلم عن الركود الاقتصادي، او اللي هو ما يحتمل ان يكون في اول النصف الاول، في النصف الاول من 2023 ان عشنا. كل المؤشرات تدل ان هناك ركود اقتصادي قادم. كل المؤشرات الحاليه بتدل ان في حاجه غلط شغاله، او في حاجه غلط ماشيه. لو بصينا هنلاقي في ايه تخوف من الناس على في اي حاجه معينه هتحصل. الدلائل بتاعه المواضيع دي هختصرها في حاجتين، يعني في حاجتين هتدل ان هي ايه، لا ده انت كلامك صح. بس انا هنا مش بخوف الناس، يعني تظل امريكا بلد، يعني بلد فيما في المجمل احسن شويه من بلادنا في بعض المشتقات وبعض الحياه كعامه. الواحد اي وش ان انا اعيش ارجع اعيش، بس خلاص الواحد اقلم على هنا. فهنتكلم عن الحاجات اللي انا شايفها، وممكن تبقى هحصرها في حاجتين معينين. يعني اول حاجه اللي هو موضوع اللي اوف او الرفت بتاعت الوظائف الكبيرة، او اللي هي ايه الشركات الكبيرة زي امازون، ميتا اللي هي بتاعت فيسبوك، يعني دول اللي هم، وكمان تويتر كمان بعد ما اشتراه ايلون ماسك. والناحية التانية هنلاقي تحديد الوظائف، او بمعنى اصح اللي هو تقنين التعيين في بعض الشركات الكبرى زي جوجل اللي هي مختصه باليوتيوب، وجوجل وحاجات تانية طبعا، سيرش انجن كبير،
وابل. ابل الشركه طبعا، شركه الهواتف وشركه الكمبيوتر وحاجات زي دي. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني ما متى ولا متى يعني، سامحوني في البرونسيشن، اللي هي الشركه المسؤوله عن فيسبوك، مستر مارك اللي هو الرئيس التنفيذي للشركه، طلع بيان. طبعا البيان كان عاطفي شويه، ان هو ان هو غلطته، ان هو تمادى في الاستثمار في موضوع العالم الافتراضي، وان الاستثمارات بتاعته الخاطئه يعني النتائج بتاعتها ما كانش نتائج صح. فهو علشان بمعنى البلدي كده يلم الليله والخسائر تبقى تقل، فهو لازم يعمل لي اوف ل 11000 وظيفه. 11000 وظيفة ده عدد مهول، ده عدد كبير. فطبعا يعني ده اول القصيدة يعني. تاني حاجة، شركة امازون لما قالت ان هي هتقنن، مش هتقنن، هتعمل لاي اوف لحوالي 10000 موظف، والموظفين اللي هم ايه، اللي هم مش الورهاوسز يعني، اللي هم الورهاوس دول دايما، حتى هم في تلاقي في اليوتيوب هتلاقي ليهم اعلانات كتيره انهم بيعينوا الناس اللي هي ايه، اللي ما بتحصلش الانكم بتاعهم في السنه 50000 ولا 60000 بالكتير يعني. لكن هم طبعا الوظائف الكبيره او في الشركه هيحددوها او هيعملوا لي اوف ل 10000 موظف من موظفينهم. حد يتخيل ان امازون تعمل كده؟ تالت حاجة طبعا تويتر، وتويتر طبعا بطريقة يعني متعالة شوية فيها، او طريقة شوية رود يعني، ايلون ماسك طبعا رفض 50000، او ام سوري مش 50000، 50% من موظفي شركة تويتر بعد ما استولى على الشركة. وكمان بيقول ان هو احتمال كبير يعمل بانكربس، يعني بمعنى اصح مش هيبقى فيه تويتر تاني. طب ايه الحاجات التانية؟ الحاجات التانية، شركة ابل بتقول ان هي مش هتبطل تعيين الناس، بس هتقنن في تعيين الناس. يعني بمعنى اصح ان هم بدل ما كانوا بيعينوا مثلا بالالافات في الشهر، دلوقتي هيعينوا ممكن كم موظف. ونفس الشيء في الناحية التانية، هتلاقي شركة جوجل اللي هي الشركة الأم بتاعت اليوتيوب، وشركة طبعا السيرش انجن العملاق يعني، برضو هيعمل نفس الشيء. أو هو قال إن هو هيعمل توقيف للتوظيف عامة يعني، كان جنرال. محدش كان يتخيل إن الشركات دي كلها تعمل المواضيع دي، ودي حصلت في كم يعني، في خلال 3 4 اسابيع، او خلال كمان ما فيش 3 4 اسابيع، الاسبوع اللي فات ده كله تقريبا. في الناحيه الثانيه هنلاقي برضو موضوع ان الشركات، بعض الشركات بتصفي او بتفلس او بت 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 جوز بانكرابت. فالعمليه لازم فيها بيج كويشن، ايه هو فيه؟ هو في ايه؟ هو في ايه؟ بيسكلي اني مفيش دخل، او مفيش سياسه الدخل او سياسه الربح اللي هي بتاعت الشركات دي، ما بقتش زي ما هم خططوا لها. فالاضطر طبعا، فحصل اضطر ان مصاريفها اعلى من مداخلها، فده اضطر ان هو طبعا عشان يعمل موازنه للموضوع ده، فطبعا اضطر انه يشيل من بعض المصاريف عن طريق ان هو يلي اوف بعض الموظفين. الدل على شيء، فيدل ان في مفيش فلوس مع الناس انها تشتري الحاجة، او فلوس مع المعلنين، لان دول اغلبهم بيبقوا اغلب شركات تويتر وفيسبوك وجوجل، وبعيد عن ابل طبعا. ابل بتبقى برودكتس اكتر ما هي، وحتى ابل نفسه كبرودكت وحاجات معينة هو بينتجها يعني، الاقبال عليها اقل، لان مفيش ناس، الناس معهاش فلوس. نفس الشيء المعلنين بطلوا يعملوا اعلانات، لان برضو الاقبال ضعيف، والانكم والربح بتاعهم ضعيف، انهم يحطوا مبالغ طائله في الاعلانات، فبداوا يقللوا شويه في الاعلانات بتاعتهم. ف ده مشكله، وبس ده يعني شركات كبيره كبيره كبيره
الارباح بتاعتها مش زي ما كان اسبكت انها تبقى، او انها ان هم قايلين انها هتبقى. فانا نصيحتي ان احنا ربنا هو اللي يعلم ايه اللي جاي في النص الاولاني من 2023. ممكن يكون ركود، ممكن يكون مجرد بس، ممكن يعني يا رب تكون مجرد بس ايه ارقام وحاجات بتتقال ملهاش مجال في الاعراب يعني. لكن انا نصيحتي ان احنا نحاول بقدر الامكان في الايام اللي جايه دي يا اما نحوش، في طرق كتيره للتحويش، وانا عملت يمكن 3 4 حلقات عن التحويش، يا ريت تشوفوهم. يا اما او مش لازم نحوش، بس نقنن في الصرف بتاعنا في الفترة اللي جاية دي، لأن الموضوع ده هيفرق معانا. هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا في بكرة بعده، زي اللي هو القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، اللي ان احنا ما نعرفش ايه اللي حصل، أو عن طريق ان احنا نحاول نقترض عن طريق اللي هو الهوك، أو اللي هو هوم ايكوتي لاين اوف كريدت، ونخلي الفلوس دي ما نصرفهاش، نخليها في البنك. ويمكن انا هحاول اعمل حلقه عن الهوم ايكوتي لاين اوف كريدت لو انت عندك تملك بيت يعني. نحاول نخلي مصاريفنا على قد الاحتياجات بتاعتنا في الفتره اللي جايه دي. اي نعم انا بقى كده بشجع على الركود، لكن انا ما بشجعش على الركود اكتر ما هي بشجع على انك انت ايه تحاول تمشي امورك لغايه ما ربنا يدبر ويشوف الفتره اللي جايه. لان الركود بمعنى ايه؟ الركود ايه؟ ان ما في في ممكن يكون منتجات وبس ما فيش ناس مشترياها. يعني عشان كده هم ايه فتره الحكومه لما بدات تدي الاستيمولس تشيك، كانت عايزه تعمل ان تنعش الاقتصاد بتاع الناس تشتري. طبعا الحكومه عندهمش مقدره ان هم يدفعوا فلوس تاني او استيمولس تاني للناس، لان هو بمعنى صح الكوفيد يعني موضوع الكوفيد خلص على المواضيع دي. وللاسف احنا في اللي احنا اللي وصلنا ليه ده كان بسبب الكوفيد. فنخلي بالنا ما نصرفش كريدت كاردز كتير، لان لو كل ما بنصرف كريدت كاردز كل ما الانترست ريت ام سوري الانترست بيبقى عالي علينا، بندفع فايده عاليه ملهاش لا اي لازمه في اي لازمه ان احنا اولى بيها الفايده دي. نحاول نصرف على قد ما دخلنا، ما نغوطش في حاجه احنا ما نعرفش ان كانت يعني بمعنى ايه يعني. ما اروحش مثلا اروح اشتري عربيه وانا في عز ما عنديش اللي اقضي ادفع البيمنت بتاع العربيه، ونزنق نفسنا في الاخر. انا ما بشجعش ان على انك انت تبقى بخيل، بس انا بقول حرص على الايام اللي جايه دي، ونشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله في السنه الجايه. ربنا هو اللي يعلم، يمكن يكون في المواضيع خير، يمكن يكون بس ده مجرد امتحان من ربنا واختبار منه ان هو ان احنا نبقى نعتدل بمعنى الاعتدال. ف يعني هستمر برضو في حلقات اللي هو التوعية، وهستمر في حلقات الارشادات بتاعت التوفير، وهستمر باذن الله على حتى لو يعني احنا ليه مدة داخلين على الكريسماس ان شاء الله، والاعياد بتبقى ليها زهوة هنا. It doesn't matter الديانة بتاعتك ايه، الجو العام الاتموسفير نفسه بيبقى جو احتفالات، بتبقى جو ناخدها بطريقة احتفال، مش لازم يبقى المعنى الديني اكتر ما هي بتبقى احتفال. نحاول انجوي الوقت والتوقيت بتاع السنة ده، لان ده في يعني في رأيي الخاص زي ما قال الأغنية بتقول the most wonderful time of the year يعني. وربنا يعدي الغمة دي على خير، يعدي الغمة دي على خير، وإن شاء الله تبقى مجرد يعني اللي اوف ده. أنا أصل الموضوع ده بيفكرني بسنة 2000. سنة 2000 أنا كنت كان ليا في البلد دي 3 سنين تقريبا. سنة 2000 2001 actually I'm sorry 2001 ساعة ال 9/11، موضوع 9/11، وكان الكساد اللي هو ايه اللي اوف اللي كان حاصل كتير، لان ما كانش فيه ناس يعني ما عندهاش فيش اقتصاد شغال. وسنة 2008 لما حصل الكارثة بتاعت البيوت والانهيار في العقاري، برضو في ناس كتير حصل لها لي اوف. فربنا يستر، ربنا يستر على اللي جاي، وما بخوفكمش، بس انا بقول لكم حرصوا لا اكتر ولا اقل.
وإن شاء الله خير. دمتم في صحة وسعادة وسلام وأمان، ومن هنا لكم سلام.